السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية، مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة. لنشر فيديوهات على اليوتيوب، برجاء اللي لسه مشتركش في القناة يشترك عن طريق الزر الأحمر ويدوس على الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس امرا. وكمان هتلاقوا روابط صفحتنا على الفيسبوك اسفل شاشه الفيديو. حاطه الزيوت في حمام المائي على نار هاديه ان شاء الله لمده 25 دقيقه. ممكن نظبط التايمر بتاع الفرن لمده 25 دقيقه، بس الاول نحسب من بعد ما الميه تغلي، يعني من قبل ما الميه تغلي، لا من بعد ما الميه تغلي على نار هاديه علشان استخلص الزيوت ان شاء الله هنصفيها. هنشوف هينفع معانا القماش ولا مش هينفع. لو ما نفعش يبقى بالمصفى، حتى لو بقى فيه شوائب مش مشكله، نتغاضى عن الشباب، ممكن نستخدم مصفتين او ثلاثة ببعض علشان نحصل بإذن الله على الزيوت بتاعتنا ان شاء الله. بعد الفاصل ان شاء الله نوريكم ان شاء الله كده مثال لنوع تصفية، لنوع من الزيوت التصفية اثناء التصفية يعني. وان شاء الله نوريكم بإذن الله بقى العبوة المجمعة اللي هنجمع فيها الزيوت مع بعض علشان الحاجة ان شاء الله تاخدها بإذن الله. يا جماعة الحمد لله تم استخلاص الزيوت، وعلامة استخلاص الزيت ان الزيت زي ما انتم شايفين كده، بعد ما كان زيت زيتون فاتح يبقى ياخد لون العشبة. شايفين العشبة دي غامقة فخد اللون الغامق، شايفين العشبة دي لونها افتح شوية فخد اللون المحمر، هنا العشبة دي برضو لونها الى حد ما فاتح. فعلامة استخلاص الزيت ان الزيت لونه اتغير معاكي بلون العشبة كده. الحمد لله تم استخلاص الزيوت كلها بنجاح بعد ما حطيناها في الحمام المائي لمدة 25 دقيقة. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ هجمع للحاجة العشر زيوت في الازازة دي، وعلشان هي تاخد الجرعة ما تفضلش بقى العشر برطمانات ايه تقعد تفتح برطمان برطمان، طبعا هتزهق ومش هتكمل العلاج. فاحنا دلوقتي انا معايا كوباية اهي، هاخد المعيار لحد الكلمة المكتوبة، هصفي بمصفى عادية حتى، وقلت مش يعني مش لازم حتى قماش يعني من باب التيسير اهو. خلصنا، حتى لو نزلت شوية شوائب مش مشكلة. وهقوم جايبة ادي اول نوع حصلنا عليه، هجيب جايبة القمع كده واقوم مصفية كده. بسم الله الزيت، الله ينور، وقعنا على البوتاجاز والحمد لله. حاجة جميلة جدا 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 يعني، قمع صراحة يعلم بيه ربنا، يعني يمكن كان من غير قمع كان بقى اسهل، من قدر الله ما شاء فعل. بقى في اول واحد لسه بيتعلم القمع الحقيقة سيء للغاية. هنصفي تاني نوع من الزيت، ناخد بالنا بس عشان العبوات سخنة. للأسف فقدت النوع الأولاني كمية كبيرة منه، هنصفي اهو النوع التاني من الزيت. هستغل بس المتبقي من النوع الاولاني. راجعوا بقى معانا العشر انواع، هكتبهم لكم في صندوق الوصف. هنزله بقى من غير، مش لازم اللي هو الحوار بتاع القمح، لان القمح الحياة سيء. النوع التاني هصفيه من الزيت اهو. بسم الله، خد بالنا بس عشان المصفى ضيقه. انا قلت استخدم مصفى ضيقه بدل الايه المعاناة ده، غالبا زيت المرمرية، لان زيت المرمرية بتطلع لون اسود، فده غالبا زيت المرمرية. شايفين اللون الاسود بتاعه عامل ازاي؟ هي قمع سيء جدا، لو عندك قمع من العادي هينجز معاكي جدا. هي المرمرية لان ريحتها. نصفي كده، نتخلص من الشوائب. هجيب طبقة اتخلص فيها من الشوائب تسهيلا يعني. هاجي على الكوباية بتاعتي، مش هصفي مرتين، الكوباية بتاعتي اهي اللي بعاير بيها، هقوم منزلة كده. هي المعيار بالظبط واحد، هيبقى دي تصفية مرة تانية اهو. وهقوم منزلة في الايه إزازة من غير قمع بقى ولا حاجة عشان خاطر، وعلى مهلنا. هنغسل طبعا البوتاجاز، بس الحقيقة كمان الإزازة مش سالكة برضه. أنا هحط الإيه
سهل شوية اهي. ادي الزيت النوع التاني، زيت الزيتون مادام درجة الحرارة بتاعة التسخين بتاعته ما عدتش 105 فاحنا في الامان، لان هو ما بيفقدش الخواص بتاعته بعد يعني قبل 105 يعني. النوع الثالث من الزيوت اهو، نبتدي ان احنا برضو لو الازازه دي مش هتقضي هنجيب ازازه اكبر مش مشكله، هي غالبا مش هتقضي، هنجيب المصفى نخلص منه الشوائب، نبتدي ان احنا نصفيه في الكوبايه فين اهي. الكوبايه اهي، ده عشبه فاتحه ما شاء الله، تقريبا ده ينسون او ده غالبا البابونج اهو المنظر ده. طبعا في نسبه من الزيت بتفقد نتيجه ان العشبه نفسها بتمتص زيت، المنظر حضراتكم شايفينه ده اهو، شايفين كل زيت لونه بيختلف بلون العشبه بتاعته سبحان الله اهو. بصوا انا هحطه كده في حله وبعدين اشوف الازازه المناسبه عشان الحوسه اللي انا عملتها دي، طبعا بس هنشف بس الحله الاول عشان مش عايزين ميه خالص عشان الزيت يفضل بحالته ما يحمضش. دي برضو مع شايفين حواليكوا دلوقتي الزيت ده فاتح خالص، اعتقد دي الميليسه تقريبا. طبعا هم بعد ما طحنوا بقى كلهم بقوا شبه بعض، شايفين لحد ما الزيت فاتح اهو بالمنظر ده، مش مشكلة فاضل شوية شوائب في الايه في القاع مش اشكال يعني. شايفين الزيت ده تقريبا ده زيت اليانسون تقريبا تقريبا يعني. هنتخلص من الشوائب ونكمل اهو بالمنظر ده كده، بس اهم حاجة ان كل زيت يستخلص لوحده يعني، اهم انت هتخلصيهم بعد كده ماشي، لكن كل زيت يستخلصيه لوحده. ادي كده تمام، خلص برضو من الشوائب. بعد كده النوع اللي بعديه نخلص بقى من الحاجات دي في الحوض. صراحة الأم سيء فاشل ده. زيت الشمر اهو اهو، هنبتدي ان احنا نصفيه. على فكره ممكن نستخلص الزيوت دي يا جماعه في زيوت، في زيت مثلا دوار الشمس او زيت الذره، ولكن انا التزمت بوصفه الدكتور اللي هي هو استخلص في زيت الزيتون تمام، لكن اللي مش حابب او مش قادر يجيب زيت الزيتون مش متوفر عنده ممكن يعمل في زيت الذره او في زيت دوار الشمس. ادي الزيت الكام ده فاضل لنا 4، يبقى ده الزيت السادس معانا اهو. نكمل بسم الله، زي ما قلت لكم بقى الاعشاب بعد الطحن ايه كله بقى على يعني مش بقتش باينه الملامح ده عشبه ايه بالظبط كده. بسم الله بس. وادي النوع السابع، زي ما قلت لك ما تعقديش نفسك، مش لازم قماشه عشان خاطر ما تبقى العمليه اسهل عليكي. هاتي الزيت الثامن اهو اهو، ريحته جميله جدا، روائح ريحه رائعه جدا. هاتي الزيوت تقلي، ده زيت اليانسون تقلي يعني، لا ده زيت الروزماري ريحته، زيت الروزماري اهي بننزل كده. في المصفى المنظر ده، طبعا زي ما قلت لكم معلش هي لحوسه بس الكميه ان شاء الله هتقعد فتره طويله، زي ما انتم شايفين كده الالوان بتختلف
على كل مستخلص، حسب كل مستخلص. اعتقد ده زيت العشبة اللي بتستخدم للأطفال عشان يناموا، اللي هي مش البابونج، زهرة كده اسمها ايه، مش متذكرة اسمها دلوقتي. الروائح خطيرة جدا حقيقة، جميلة جدا. حتى الزيوت التجميلية اللي هي بتستخدم في التجميل في الوصفات ممكن تعمليها انت في البيت فتوفري على نفسك. الزيوت دلوقتي بقت غالية جدا، اللي هي الزيوت اللي هي بتشتريها من عند العطار، بس مش عايز تستخلصيها في زيت زيتون، تستخلصيها في اي زيت عندك. انا هعبيه دلوقتي في زجاجة غامقة او هغلفها بورق فويل، و الوالدة بقى هتاخد مع كل صلاة، مع كل أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، معلقة صغيرة. لو هي حست ان هي مظبطة معاها الألم يبقى هنكتفي بمعلقة صغيرة، ممكن نخليها معلقة كبيرة لو الألم ما ظبطش معاها، برضو مع كل صلاة. أيام الصيام يبقى مع صلاة المغرب مباشرة، مع قبل الفجر مباشرة، وفي منتصف الساعات ما بين المغرب والفجر، علشان نظبط الجرعة، يعني هتبقى 3 جرعات بدل 5 أيام الصيام. إن شاء الله يا رب يا رب تبقى يعني يجعلها ان شاء الله حاجة بإذن الله تفيد المرضى، وربنا يعفي عن مرضى المسلمين كلهم. أشكركم جدا، وعذرا بقى على اللحوسة، معلش هنوضب بقى كل ده دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.